إزاي نسيء الظن بالله والله يقول في حديثه القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. لو قلبك اتملى حسن ظن بالله عشمك هيزيد في ربنا، هتعرف إن ربنا حنين عليك. عيش بالشعور ده عشان تروح لربنا وانت متأكد إن مش هيضيعك. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث رجل للحساب فتثقل موازين سيئاته فتأخذه ملائكة العذاب. فلما أخذته ملائكة العذاب جعل الرجل يتلفت، فقال الله: ردوه. فقال الله له: عبدي، لما تتلفت؟ هل لك حسنة عملتها لم تجدها هاهنا؟ قال: لا يا رب. فقال الله: عبدي، هل وجدت في كتابك سيئة لم تعملها كتبها عليك ملائكتي؟ فقال العبد: لا يا رب. فقال الله: عبدي، فلم تتلفت؟ فقال العبد: ما كان هذا ظني فيك يا رب. ما كانش ظني فيك إنك هتعذبني، كان ظني فيك إنك هتسامحني. فقال الله: أنا عند ظن عبدي بي، خذوه إلى الجنة. ما ظنكم برب العالمين؟ يا رب، لئن سألتني عن ذنوبي يوم القيامة لأسألنك عن عفوك، ولئن سألتني عن تقصيري لأسألنك عن رحمتك، ولئن ألقيتني في النار لأخبرن أهل النار إني أحبك. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته أحد. بعد كل الرحمة دي والعطاء ده، نسيء الظن بالله اللي يقول فلان بيعصي ويظلم وربنا موسع عليه لسان حاله، انظروا إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم. أنت أسأت الظن بالله. قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. واللي يقول فلان عابد لله بيصلي ويصوم وما بيظلمش حد وربنا بيبتليه، أنت أسأت الظن بالله. أنت ما تعرفش إن الابتلاء ده سبب رفع الدرجات وتعظيم للحسنات. ربنا بيبتلي صبرهم ليجازيهم الجزاء الأوفى. بس خلي بالك، حسن الظن بالله يدفعك لفعل الطاعات والعمل الصالح وترك المنهيات، لكن أن تدعي حسن الظن وأنت لاهم مصر على المعاصي فده غرور وسوء ظن بالله. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربي فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربي فأساء العمل. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وحسن التوكل عليك، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين.